الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية لم تتوقف على مدار الساعة، بل وتصاعدت حدتها بشكل لافت على مدار الأيام الماضية التي شهدت المزيد من الاعتداءات والاعتقالات في صفوف الفلسطينيين. هذه السياسات أيضا تندرج في إطار هذه السياسة وهذه الهجمة غير المسبوقة على أبناء الشعب الفلسطيني، حيث العقوبات الجماعية تمارس الآن في كافة المحافظات الفلسطينية. هناك هدم للمنازل، هناك اعتقال بالعشرات ليليا في مختلف المحافظات الفلسطينية، هناك اختارات بهدم منازل جديدة، وهناك تصفية تتم للعديد من الأسرى الذين يتم اعتقالهم وهم أحياء. هذا وأدان الفلسطينيون بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية واستباحة الأرض واقتحام المحال التجارية ومصادرة كاميرات المراقبة في إطار محاولة إسرائيلية لإظهار قوة الاحتلال ومدى قدرته على اختراق المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية دون الالتفات إلى ما قد يترتب على ذلك من إجراءات. إجراءات عسكرية إسرائيلية غير مبررة ومدانة ومستنكرة، وهي تصب في مصلحة نتنياهو حاليا، يستخدمها من أجل تعزيز وضعه في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، خصوصا وأنه ذهب باتجاه انتخابات، يريد أن يقول أنه أنا الحريص على الأمن الإسرائيلي. وفي ذات الإطار أحكمت قوات الاحتلال حصارها على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية عبر إقامة الحواجز المتنقلة والثابتة والتي تعرقل حركة المواطنين الفلسطينيين عبر مركباتهم أو حتى السير على الأقدام. التصعيد الإسرائيلي اللافت والخطير في مدن الضفة الغربية يكشف عن خطة إسرائيلية تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين واستباحة المناطق الفلسطينية. من حاجز قلنديا العسكري قرب رام الله، حسن أبو الروب، الإخبارية.